والله ما نقدروا على الجزائريين. واش سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ عندهم اختلافات، عندهم فساد، عندهم حتى هما بزاف، حتى هما مدقوبه فيهم بحالنا بحالهم. ولكن ما يتعلق الرجوله والله ما نقدوا على الجزائريين. صافي صافي. اذا كاع هذوك الناس اللي كيبغيو يستفزوا الجزائريين راه ما استفزوش الجزائريين. وهذوك الناس اللي كيقول لك راه المغرب سدت الحدود مع الجزائر، راه الجزائر اللي سد الحدود على المغرب. الجزائر هي اللي سد الحدود على المغرب. وإلا فتحوا الحدود خوتنا في الجزائر أنا غنقولها لكم من هذا المنبر وتذكروا الكلام أقسم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.